مع التطور الكبير في عمليات إزالة المية البيضاء بقت العملية سهلة جدا في وقت 10 دقايق بحقنة بنك مخدر موضعي بدون ألم على الإطلاق إن شاء الله. في خلال 10 دقايق بنقوم بإزالة المية البيضاء من فتحة جراحية لا تتجاوز 3 مليمتر مع زرع عدسة لينة داخل العين. العملية دي بتمتاز إن شاء الله إن هي بدون ألم بدون غرز بدون إحساس بأي حاجة على الإطلاق إن شاء الله. تقدر تمارس حياتك بعدها في خلال أيام معدودة تكون شايف كويس مع إزالة المية البيضاء.